بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل مع بعض كورس الإنجينيرينج الإيكونومي، وإن شاء الله في محاضرة النهاردة هنتكلم عن مقارنة المشاريع. هنكمل في مقارنة المشاريع وهنتكلم عن الجزء الثاني منها. في مقارنة المشاريع بيظهر عندنا، اتكلمنا إن هو منقسم لأربعة أقسام. أول قسم هو البريزنت وركس، وده اللي شرحناه في الكتشر اللي فاتت، هو والبلاي بيج بيج. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض مقارنة المشاريع، وهنناقش الإكويفلنت يونيفورم فاليو والإنترنال ريت أوف ريتيرن. إيه هو أصلا الإكويفلنت يونيفورم فاليو؟ الإكويفلنت يونيفورم فاليو ده اللي أصلا إحنا عارفين مع بعض إن اليونيفورم فاليو هو الإيه؟ بهذه الطريقة أنا متوقع إن أنا بالنسبة لي في مقارنة ما بين تو بروجكت هتكون المقارنة بالنسبة لي من خلال العامل اللي هو اليونيفورم فاليو اللي هو الإيه؟ يبقى إذا أنا عندي اتنين بروجكتس موجودين، بروجكت أولاني وبروجكت تاني، في حالة المقارنة ما بينهم هتكون المقارنة بالنسبة لي الإيه؟ هجيب الإيه لكل بروجكت منهم وأشوف الإيه بالنسبة لي، وده العامل بالنسبة لي في عملية المقارنة. بيقول لك انت عندك اتنين بروجكتس مختلفين في المده. سيبك من اختلاف المده دلوقتي، المهم ان انت عندك اتنين بروجكتس موجودين. البروجكت دول انت هتبدا تقارن بالنسبه لليونيفورم فاليو اللي هو الايه. يشيع في الموضوع دوت ان ممكن يكون المده في الاتنين بروجكت مختلفه، ان يكون عندك بروجكت اولاني يكون 5 سنين بفرض انه 5 سنين، وبروجكت تاني هو 7 سنين. طريقة المقارنة هنا غير مجدية، ما اقدرش ان انا اشوف البروجكت الاولاني اللي هو استثمار 5 سنين واشوف بروجكت تاني مستمر لمدة 7 سنين واقول اني الاحسن، لان المدة في الاتنين بروجكت مختلفة. فاذا ساعتها ببدأ استخدم حاجة في الرياضة اسمها العامل المشترك الازرق، ان ادور على رقم صغير يقبل القسم على كل رقم من الاتنين دول. يعني ابسط رقم او اصغر رقم يقبل القسم على البروجكت الاولاني ويقبل القسم على البروجكت الثاني هو ده الرقم اللي بوحد بيه الاثنين بروجكت، وكاني بعمل ميرج للتو بروجكتس دول. بعمل بروجكت اولاني اطلع على رقم، الرقم دوت يقبل القسم عليه وفي نفس الوقت يقبل القسم على البروجكت رقم 2 ويكون صغير، لان يعني كل ما اكبر المده بالنسبه لي في عمليه المقارنه تكون صعبه جدا، وفي كتابه الكاش فلو ووضع الارقام عليه تكون مرهقه جدا. فبالتالي بيفضل ان انا ادور على العامل المشترك الاصغر ليهم. فلو انا عندي تو بروجكت زي دول هلاقي رقم 35 مناسب جدا بالنسبه لي، لانه قابل للقسم على 5 وقابل للقسم على 7، وفي نفس الوقت ده اصغر رقم ممكن يقبل القسم على، فاذا يكون ده مناسب ليا. وليكن ان انا عندي بروجكت رقم 2 كان 10 سنين، يعني بروجكت رقم 2 كان 10 سنين بالنسبه لي، وبروجكت رقم 1 هو نفسه 5 سنين. فاذا انا ال 10 سنين دي مناسبه بالنسبه لي جدا، فانا مش هعمل حاجه في البروجكت رقم 2، بس البروجكت رقم 1 هخليه يستمر لمده 10 سنين. جميل جدا، يبقى ده رقم 1. وعشان كده يفضل جدا او افضل شيء عشان تعمل عمليه المقارنه ان احنا نخليهم الاثنين ايكوال، ومش افضل بس، ده الزامي، لان اختلاف المده عامل مؤثر جدا جدا في عمليه تحديد انهي الافضل ليا. لما يكون عندي فلوس هحطها في البنك لمده 3 سنين او مشروع هشغله لمده 5 سنين ده بالنسبه لي صعب جدا اقدر احدد فيه انهي الافضل ليا. عشان كده هنخلي البيجول بالنسبه لهم الاكتساسيم واحده للتو بروجكتس، وبعد كده ابدا اشتغل في النوع ده من المشاريع. في الايكويفالنت يونيفورم فاليو في طريقه المقارنه دوت بيفضل جدا ان احنا نقدر نشتغل بالبريزنت وركس، يعني انا اشتغل بالطريقه رقم واحد وفي النهايه اعمل ترانسفير واخليها الايكويفالنت يونيفورم فاليو. يعني بعد ما ابدا احسب بالبريزنت وركس عادي جدا اعمل احوله الايكويفالنت يونيفورم فاليو وابدا اشوف واقارن واعمل كومبير ما بين التو بروجكت. يجي سؤال هنا، لو انا عندي اي طريقه من الطرق اللي موجوده في مقارنه المشاريع اختلفت فيها المده، هل اعمل نفس الكلام ام في حاله الايكويفالنت يونيفورم فاليو لا هو الحاله دي بس الستيت دي هو اللي بعمل فيها الموضوع ده؟ لا، في كل الحالات اللي موجوده. يبقى في اي، لو انت عندك اي تو بروجكتس موجودين عندك والطلب منك انك تعمل لهم كومبير موجود في اي بروجكت في اي طريقه من الطرق، سواء ايكويفالنت يونيفورم او بريزنت تو وركس او انترنال ريت اوف ريتين او بلاي بيج بيريود، ساعتها تبدا توحد المده باستخدام العامل المشترك الاصغر، ان انت تشوف رقم يقبل اسم على كل من الرقمين الموجودين عندك، وساعتها توحد وتبدأ تشتغل توحيد المدة، وبعد كده أبدأ أشتغل بالطريقة العادية خالص. يعني ناخد مثال، المثال رقم واحد مديك الانترنال ريت اوف ريتيرن ب 15%، وده الجدول اتكلم فيه عن تو بروجكتس موجودين بالنسبة لك، البروجكت رقم واحد وبروجكت رقم اتنين. في البروجكت رقم واحد الفيرست كوست كان ب 11,000. قبل ما نكمل احنا اتفقنا مع بعض من الكتشر اللي فات ان الفيرست كوست ده المقصود بيه البي، والفيرست كوست ده هو مبلغ مدفوع، يعني انا مبلغ ببدا ادفعه وبالتالي يكون نيجاتيف بالنسبه لي،
يعني انا عارف ان في البروجكت رقم واحد ال 11000 دول سالب 11000 لان ده فيرست كوست، والفيرست كوست ده مبلغ انا بدفعه. في البروجكت رقم اثنين نفس الموضوع، ده فيرست كوست ده مبلغ هدفعه، اللي هيكون نيجاتيف ليا. وبما اجي اوقعه الكاش فلو ابدا اوقعه بالطريقه اللي اتفقنا عليها في المحاضره اللي فاتت. جميل جدا. رقم اثنين يجي الانوال ريتن. الانوال ريتن ده اللي احنا متفقين عليه اللي هو الايه، وبان الايه بالنسبه لي بوزيتيف فده معناه ان ده المبلغ مكتسب، مبلغ انا هحصل عليه. في النهايه يجي السليفج فاليو اللي ما احنا اتفقنا ان هو الفيوتشر بالنسبه لي. في النهايه يجي الاستيميتد يير او المده المتوقعه. في البروجكت رقم واحد المده المتوقعه كانت 6 سنين، في البروجكت رقم اثنين المده المتوقعه كانت 9 سنين. يبقى اذا انا بالنسبه لي حصل اختلاف في المده في كل من الاثنين بروجكت. البروجكت الاولاني المده فيه 6 سنين، انما البروجكت رقم اثنين المده فيه 9 سنين. فاذا اختلف مع يجي المقارنه، لما اجي اقارن ما بين الاثنين بروجكت كده بالنسبه لي الموضوع مش سليم، لان فيه حصل اختلاف في المده. يبقى رقم واحد انا عايز اوحد المده لكل من الاثنين. اول تفكير يجي في دماغي ان اشوف هل في رقمين الاثنين دول يقبل الاسم على الاخر؟ يعني التسعه دي تقبل الاسم على السته؟ لا ده لا طبعا ما ينفعش، هل السته تقبل الاسم على التسعه؟ لا ده كسر ما ينفعش بالنسبه لي. يبقى اذا هلجأ اني ادور على رقم موجود يقبل الاسم عليهم الاثنين ويكون اصغر رقم ممكن عشان يسهل عليا طريقه الحل. فبالتالي هلاقي ان انسب حاجه للاثنين بروجكت الموجودين دول بالنسبه لي هو 18. رقم 18 يقبل الاسم على 6 ويقبل الاسم على 9، وفي نفس الوقت ده اصغر رقم ممكن يقبل عليهم الاسم اللي هم الاثنين. يبقى اذا دلوقتي انا هخلي البروجكت رقم 1 يستمر لمده 18 عام، واخلي البروجكت رقم 2 يستمر لمده 18 عام. يبقى اذا البروجكت رقم 1 هينقسم 18 على 6 يطلع ب3، فيبقى البروجكت رقم 1 يستمر لمده 3 فترات. البروجكت رقم واحد هيستمر 3 مرات، البروجكت رقم واحد هيتكرر 3 مرات. فترة أولانية تبدأ من السنة رقم 0 وتنتهي عند السنة رقم 6، والفترة التانية تبدأ من السنة رقم 6 وتنتهي عند السنة رقم 12، والفترة التالتة تبدأ من عند السنة رقم 12 وتنتهي عند السنة رقم 18. يبقى البروجكت رقم واحد بالنسبة لي يتكرر 3 فترات موجودة. طب البروجكت رقم 2 18 على 9 يطلع ب2، يصبح عندك البروجكت رقم 2 يتكرر مرتين 2، 0 ل 9 يحصل فيها اول فتره، 9 ل 18 هي الفتره الثانيه بالنسبه لي. يبقى اذا عمليه التكرار تستمر لمده فترتين 2. جميل جدا. طيب انا عندي فيرست كوست بيحصل في بدايه كل فتره، هتفق معاك على كده؟ لما كنا بنيجي نشتغل اي بروجكت فيرست كوست بيحصل في الفتره رقم 1، فكنا بنقول ان هو بيحصل عند السنه رقم 0، لان ده كانت فتره واحده. يعني في البروجكت رقم 1 لو قلنا من 0 ل 6 اللي هو 6 سنين يبدا يحصل عند السنه رقم 0 فيرست كوست. ولكن البروجكت اتكرر 3 مرات بالنسبه لي، البروجكت هيحصل فيه تكرار. الفتره الاولانيه هي الفتره الاولى في عمليه التكرار واللي استمرت من 0 ل 6، والفترة التانية استمرت من 6 ل 12، وآخر فترة اللي هي من 12 ل 18. يبقى إذا متوقع إن الفيرست كوست يتكرر معايا، بمعنى إن الفيرست كوست في الفترة الأولانية هيكون عند السنة رقم 0، وده اللي إحنا عارفينه وده اللي كنا بنعمله أصلا، إن عند السنة رقم 0 هو فيرست كوست مبلغ بدفعه بيحصل عند بداية الفترة، وبداية أي فترة موجودة هي السنة رقم 0، فعلى طول بقوم جاي أحطه عند السنة رقم 0. بس ده كان فترة واحدة، كنت بشتغل ان المده في البروجكتين الاثنين كانت مده واحده، فبالتالي ساعتها كنت بحطه عند السنه رقم 0 لان لن يحدث تكرار لاي مده، لن يحدث تكرار لاي فتره. لكن هنا حصل تكرار، حصل تكرار للفتره الاولانيه واستمرت، ده فتره مش فتره اولانيه بس، ده فتره اولانيه والثانيه والثالثه. يبقى اذا متوقع ان هيحصل فيرست كوست تاني، ففي الفتره الاولانيه اللي من 0 ل 6 يحصل فيرست كوست عند، وفيرست كوست اللي يحصل عند الفترة التانية اللي من 6 ل 12 يحصل فيرست كوست عند السنة رقم 6 كمان، والفترة التالتة هتبدأ من 12 ل 18 فيحصل فيرست كوست عند السنة رقم 12، عند السنة رقم 12 هل في تكرار تاني؟ لا مفيش تكرار تاني. يبقى إذا الفيرست كوست هيتكرر معايا بالنسبة للفيوتشر، الفيوتشر هو نهاية كل فترة. يبقى إذا في 3 فترات عندي، يبقى في نهاية كل فترة من التلاتة يحصل فيوتشر. يبقى اذا في الفتره الاولى اللي استمرت او التكرار الاول اللي استمر من السنه رقم 0 ل 6 يحصل فيوتشر عند السنه رقم 6، والفتره الثانيه اللي تستمر من السنه رقم 6 للسنه 12 يحصل تكرار عند، يحصل فيوتشر عند السنه رقم 12،
والفترة الثالثة اللي استمرت من 12 ل 18 يحصل فيوتشر كمان عند السنة رقم 18. يبقى إذا يتكرر الفيوتشر 3 مرات ويتكرر الفيست كوست كمان 3 مرات، يبقى إذا عند السنة رقم 6 هيحصل عندي فيست كوست وفيوتشر، وعند السنة رقم 12 يحصل فيست كوست وكمان فيوتشر. ليه؟ لأن السنة رقم 6 هي بداية الفترة الثانية ونهاية الفترة الأولى، والسنة رقم 12 هي بداية الفترة الثالثة ونهاية الفترة الثانية. فيشترك الفترة رقم 6 و12 في بداية، في إنها بداية الفترات ونهاية الفترات. فساعتها يحصل تكرار الفيرست كوست ويحصل تكرار السيرفيس فاليو. البروجكت رقم 2، تعالى نيجي بقى البروجكت رقم، متوقع إن هيتكرر عندي الفيرست كوست. الفيرست كوست هتحصل مرتين اتنين، والفيوتشر هيحصل مرتين اتنين. الفيرست كوست هيحصل اولا عند الفتره الاولى من صفر لتسعه، هيحصل عند السنه رقم صفر. والفيرست كوست اللي يحصل من السنه رقم 9 لحد السنه رقم 18 يحصل عند السنه رقم 9، لان دي الفتره الثانيه. السيرفيس فاليو او الفيوتشر يحصل عندك عند نهايه الفتره الاولى اللي هي السنه رقم 9، ونهايه الفتره الثانيه اللي استمرت من 9 لحد 18 يحصل عند السنه رقم 9. تعالى بقى نشوف الكلام ده على الكاش فلو ويبدأ يوضح لنا الكلام ده كله. انت ممكن ما تكونش الدنيا وضحت لك دلوقتي بالطريقة دي، ولكن في الكاش فلو بقى يبدأ يوضح لنا المعنى الكلام ده كله. أول حاجة في الكاش فلو هيبدأ يستمر من السنة رقم 0 لحد السنة رقم 18، وده العامل المشترك الأصغر واللي هو الرقم اللي قبل الاسم على كل من المدة الاثنين. جميل جدا. بيبدأ عندي الـ A والأنوال ريتنج بيحصل 3500 وبوزيتيف، عشان كده السهم كان فوق، واستمر من السنة رقم 0 لحد السنة رقم 18. بعد كده يحصل فيرست كوست، والفترات اللي اتقسمنا عنها هنقسمها لثلاث فترات موجودة. فترة أولانية واللي هي رقم 1 بتبدأ من السنة رقم 0 وتنتهي عند السنة رقم 6، يبقى ظهر من السنة إيه رقم 0 لحد السنة رقم 6، ودي تكون دي الفترة رقم 1. الفترة التانية اللي هتبدأ عندي متوقع من السنة رقم 6 لحد السنة رقم 12، دي بالنسبة لي فترة تانية موجودة عندي. والفترة التالتة واللي هي تكون الفترة اللي هتبدأ من عند السنة رقم 12 وتستمر لحد نهاية المدة عند السنة رقم 18. يبقى إذا انقسم الموضوع عندي لثلاث فترات، 18 على 6 يديك ثلاث فترات، فترة أولى من 0 ل 6، وفترة تانية من 6 ل 12، وفترة تالتة من 12 لحد 18. في نهاية الفترة الستة أنا متوقع إن يحصل عندي فيوتشر، لأن ده نهاية أول فترة فيحصل عندي فيوتشر. طب السنة رقم 6 هي بداية الفترة رقم 2، الفترة رقم 2 تبدأ من السنة رقم 6 وتنتهي عند الفترة رقم 12، بداية عند السنة رقم 6 يحصل عندي فيرست كوست اللي هو سالب 11000. نهاية الفترة الثانية عند السنة رقم 12 هيحصل عندي فيوتشر. الفترة الثالثة بتبدأ من السنة رقم 12 وتنتهي عند السنة رقم 18، بتبدأ عند السنة رقم 12 يبقى هيحصل عندي فيست كوست، ولان سايب 11000 ويجي عند السنة رقم 18 دي نهاية الفترة الثالثة يحصل عندي فيوتشر اللي هو ايه بقى 1000. بعدين بقى نبدأ نحسب البريزنت وركس. اتفقنا ان احنا اول حاجة هنعمل هنحسب البريزنت وركس، وبعد كده نعمل ترانسفير للايكوفلنت يونيفورم فاليو. البريزنت وركس قدامك هو سالب 11000 اللي بيحصل عند السنة رقم 0، ده رقم 1 جميل جدا. يجي عندك الـ A واللي استمرت من السنة رقم 1 لحد السنة رقم 18، يبقى إذا الـ A بيبيع على A عند الـ I اللي هي 15 من 100، وعدد السنين اللي استمرت فيهم واستمرت لمدة 18 سنة. يجي هنا يحصل عندك حالة عند السنة رقم 6، حالة نهاية فترة وبداية فترة، نهاية الفترة الأولانية اللي هي السنة 6 وبداية الفترة الثانية اللي هي السنة رقم 6. يحصل عندك مشترك بالنسبة لك فيست كوست وفيوتشر. في الحالة دي نعمل حاجة، اللي نعمله ان احنا نشوف الرقم اللي موجود قدامك، عندك فوق فيوتشر بوزيتيف وعندك فيست كوست نيجاتيف، يبقى اذا اعمل توحيد ليهم. التوحيد دوت يشمل ان انت عندك الرقمين تعمل لهم عملية جمع، يبقى انت عندك 1000 زائد سالب 11000 يطلع معاك سالب 10000، يبقى انت عندك هنا يبقى الغالب هو النيجاتيف، وساعتها يكون الرقم دوت موجود تحت، ورقم ده بالنسبة لي يكون فيوتشر. يبقى إذا سالب 10000 ده هيكون فيوتشر بالنسبة لي، يبقى أنت عندك سالب 10000 بيبيع على F عند الـ I وعند الـ N. إن بقى حصلت عند السنة رقم كام؟ هو السنة رقم 6. يبقى إذا لما يجي يحصل عندي فيرست كوست وفيوتشر في سنة بداية ونهاية فترة، ببدأ أعمل ميرج ليهم، أبدأ أعمل تجميع ليهم، أجمعهم الاتنين وأشوف أنهي الأغلب ليهم. الأغلب هو البوزيتيف بالنسبة لي، ساعتها يكون الرقم لفوق ويكون السهم محطوط لفوق وأحطه وأبدأ أحسب بالنسبة للسنة رقم صفر، بالنسبة لبداية البروجكت عادي، وكأني بعد وضع الكاش فلو
أصبح البروجكت عندك من الساعة 0 لحد الساعة 18 دون أي فترات وكأنها فترة واحدة. يعني بعد ما بحط الكاش فلو وأبدأ أوقع عليه كل شيء، بعتبر إن خلاص من 0 ل 18 من بداية للنهاية هي فترة واحدة، هو بروجكت واحد. في الأول وأنا ببدأ أوقع أعتبر فترات وأبدأ أوقع على حسب بداية ونهاية الفترات، بعد ما أوقع على حسب بداية ونهاية الفترات أعتبر كله كفترة واحدة في عملية. يبقى إذن عند السنة رقم 6 خلاص هو بالنسبة لي خلاص وقعت، يبقى إذن عندي ده موضوع واحد فترة واحدة. يبقى إذن الفيوتشر عندي حصل عند السنة رقم 6، يبقى إذن سالب 10,000 بيع على إف عند الأي وعند الإن. لما نيجي نبص هنا نلاقي سالب 10,000 كمان، لأن سالب 11,000 زائد ال 1000 يطلع عندك سالب 10,000. ده معناه إيه اللي قدامك؟ معناه إن سالب 10,000 في بيع على إف عند الأي، الأي اللي هي 15% المعطى، وإن اتفقنا إنها خلاص الموضوع بقى فترة واحدة بالنسبة لي. يبقى إذا الفترة من 0 لحد 12 موجودة عند السنة رقم 12، يبقى في عند السنة رقم 12. عند السنة رقم 18 يحصل عندك الفيوتشر اللي هو ال 1000، يبقى 1000 ومفيش حاجة تحت، يبقى مش هجمع ولا اطرح، ده ثابت زي ما هو. يبقى 1000 في بي على اف عند الاي والان، الاي اللي هي 15% والان اللي هي السنه رقم 18. ليه؟ خلاص انا وقعت والموضوع انتهى بعد وضع الكاش فلو، في عمليه الحساب بيتم الاعتماد كله فتره واحده. اذا هنبدا ندور على القيم في الجداول ونحصل عليها، هنلاقي ان هنا 6 علامه 1 2 8 والرقم دوت ظاهرين قدامك، يطلع معاك الرقم ب 4336 و8 من 10. نيجي نبص للبروجكت رقم 2 واللي مش محتاج ياخد منا وقت خلاص لان احنا فهمنا اللعبه. هنا هنبدا نوقع، يبقى نبدا نحط الفترات الموجوده قدامنا. عندك يبقى عندك فتره اولانيه بتبدا من السنه رقم 0 لحد السنه رقم 9، وفتره ثانيه بتبدا عند السنه رقم 9 لحد السنه رقم 18، لاني ببدا اوقع ما انتهاش التوقيع بالنسبه لي. بعد انتهاء التوقيع يتم اعتماد كله كفتره واحده بالنسبه لك في عمليه الحساب. يبقى انت عندك من 0 ل 9 دي فتره اولانيه، ومن عندك من 9 ل 18 دي فتره ثانيه بالنسبه لي. في بدايه الفتره الاولانيه يحصل عندك فيس تو كوست، يبقى متوقع هنا يكون عندي فيس تو كوست اللي هو سالب 18,000. جميل. في نهايه الفتره الاولانيه اللي عند السنه رقم 9 يحصل عندك فيوتشر، وده متوقع جدا، بس انت السنه رقم 9 هي بدايه الفتره رقم 2، يبقى يحصل بالنسبه لك فيس تو كوست عندها كمان. في نهايه الفتره رقم ثانيه اللي هي السنه رقم 18 يحصل عندك فيوتشر. بعد كده في فترات تانية؟ لا مفيش فترات تانية. دلوقتي طب انت وقعت النقط اللي موجودة عندك وانتهيت من التوقيع؟ انا وقعت وانتهيت من التوقيع، يتم اعتماد كله كفترة واحدة. يعني بالنسبة لك خلاص ما دام انت انتهيت توقيعك يبقى انت مفيش أي فترة أولانية ولا فترة تانية موجودة بالنسبة لك، يصبح كله شيء واحد موجود عندك. جميل جدا. تعالى يبقى نبدأ نحط عندنا ونبدأ نشوف الحسابات. عندك في السنة رقم 9 حاجتين، 2,000 فوق و18,000 تحت، يبقى أنت عندك سالب 18,000 زائد ال 2000 يتوقعوا، ويبقى عندك سالب 16,000 موجودين محطوطين عندك هنا. جميل جدا. يبقى إذا عندك البي دبليو 2 البريزنت ووصل بوجت رقم 2 هو سالب 18,000 زائد 3,100 في على إيه عند الأي والإن. جميل، لأن هو كله خلاص فترة واحدة، ناقص 16,000 اللي هو فيوتشر في بي على إف عند الأي والإن. الإن حصلت عند سالب 16، حصلت عند السنة رقم 9 هنا، ولأنها تحت يبقى سالب، وهو سالب بعد جمع الفترتين، ولأن السمر المد إن 9 يبقى أنت عندك 9 سنين زائد ال 2000 زائد، لأن هو فوق بوزيتيف الرقم، زائد 2000 في بي على إف عند الأي والان، الان اللي هو 18، ساعتها يطلع معاك البروجكت رقم 2 بالرقم اللي موجود قدامك. نيجي نعمل بقى عمليه الترانسفير اللي موجود عندك. يبقى انت عندك الايه هي عباره عن البريزنت ووصل بروجكت رقم 1 في الايه على بي عند الاي والمده اللي استمر عليها البروجكتز الاثنين. يبقى انت عندك الايه هي البريزنت ووصل اللي حصلت في اي على بي عند الاي الموجود عندك، والان هو نهايه مده الاثنين، النهايه اللي تم الاتفاق عليها البروجكتس الاثنين. الموضوع استمر لمده 18 سنه، البروجكت رقم 1 البروجكت رقم 2 استمر لمده 18 سنه، يبقى عدد السنين 18. يبقى انت عندك 4,336.8 من 10 في الرقم اللي احنا جبناه من الجدول التيبل اللي عندك، يطلع معاك الرقم دوت. يبقى انت عندك بروجكت رقم 2 هو الايه في البروجكت رقم 2 البريزنت ووصل بروجكت رقم 2 في الايه على بي عند الاي والان، يبقى سالب 3,394.4 من 10 في الرقم اللي جبناه من التيبل اللي موجود عندك، يطلع عندك الرقم دوت. طب انهي المتوقع الافضل؟ هل الرقم البوزيتيف ام النيجاتيف؟ واذا كانوا الاثنين بوزيتيف اصلا يبقى الطبيعي الرقم الاكبر، يبقى اذا البوجيت رقم 1 هو الرقم الاكبر، يبقى اذا البوجيت رقم 1 افضل من البوجيت رقم 2.
يبقى داتا ايكويفالنت يونيفورم فاليو، ودي طريقه الحساب او الشغل اللي بنشتغل بيها في الايكويفالنت يونيفورم فاليو. طب اذا كان عندك مده مختلفه في اي من طرق الحل في مقارنه المشاريع، يبقى اذا انت المفروض عليك ان انت تعمل حاجه اسمها توحيد للمده اللي موجوده عندك، وتبدا بعد عمليه التوحيد تبدا توقع كل شيء على الكاش فلو، وبعد توقيع كل شيء على الكاش فلو يتم اعتبار كل ما هو على الكاش فلو كانه فتره واحده، وبعد كده تبدا تعمل الحسابات بتاعتك. ده الملخص للايه؟ للموضوع كله. طب تعالى بقى نتكلم عن الحاجه الثانيه او الطريقه الاخيره للمشاريع، واللي هي الانترنال ريت اوف ريتن. الانترنال ريت اوف ريتن ده نفس الكلام، لو انت عندك اتنين بروجكت لازم اعمل ميرج ليهم وبعد كده ابدا احل. طب لو انت حاجه عند ظهرت عندك حاجه اسمها ام اي ار ار او ام ار ار، ده بيكون عندك رقم موجود عندك لازم يكون اقل منه بالنسبه لك. يبقى انت عندك لو انت بتحل وطلعت الانترنال ريت اوف ريتن رقم كبير اكبر من الام ار ار او ام اي ار ار، ساعتها بيكون الحل دوت او المشروع دوت مرفوض بالنسبه لك. طب إيه هو ايه اصلا الانترنال ريت اوف ريتن؟ الانترنال ريت اوف ريتن هو المعدل اللي يخلي القيمه النقديه الخارجه هي نفسها القيمه النقديه الداخله. يبقى هو المعدل، لانه هو انترنال ريت اصلا، يبقى انا عندي بروجكت هعرف اجيب منه المعدل، اجيب الاي بتاعت البروجكت اللي موجوده عندي او الاي ستار البروجكت اللي موجوده عندي، وابدا اشوفها واقارن بيها الام ار ار لو هي معطاه، لو هي مش معطاه يبقى انا بدور على الاي ستار، والاي ستار دي هي الاي اللي تخلي عندي البريزنت ورث. تعالى ناخد مثال ونبدا نفهم بيه. عندي مثال دوت بيقول لك ان انت عندك رقم A ورقم B، ليس A وليس B. ليس A حصل فيها انيشال كوست بسالب 10,000. جميل، انا عارف ان انيشال كوست دوت اللي هو فيرست كوست اللي هو البي حصل، وهنا كمان بي. ليس A استمرت لمده 5 سنين، اما ليس B استمرت لمده 10 سنين. خلاص انا في دماغي هيحصل توقيع للمده الموجوده عندي، لازم اعمل مساواه للمده الموجوده. اجي عشان اعمل المساواه الاقي ان ليس B عندي استمرت لمده 10 سنين، و10 سنين دي تقبل اسم على البروجكت رقم ايه، يبقى اذا ده العامل المشترك الاصغر، يبقى خلاص هوحد المده كلها للتو بروجكتس انها لمده 10 سنين، وساعتها البروجكت رقم بي او الليس بي اللي موجود عندك ما يحصلوش ريكفار. ده هو ده النورمال اصلا، انه هيبدا من السنه رقم 0 وينتهي عند السنه رقم 10. انما متوقع بالنسبه لي ان انت عندك في الحاله رقم ايه هيحصل عندك تكرار، وساعتها تتقسم 10 على 5 يبقى عندك فترتين اثنين، فتره اولانيه تستمر من السنه رقم 0 لحد السنه رقم 5، والفتره الثانيه تستمر من السنه رقم 5 لحد السنه رقم 10. جميل جدا. السلفيش فاليو اللي هو الفيوتشر بالنسبه لك، انوال ريسبتس وهو الايه اللي موجوده عندك، بس الايه دي بتعتبر كمكسب، عشان كده القيم اللي موجوده عندك موجوده بالبوزيتيف. انوال ديسبيسمنت ده اللي يعتبر نيجاتيف بالنسبه لك، فيبقى يعتبر ده مبلغ خساره او مبلغ مرفوع. يبقى انت اول حاجه إن عشان نبدا نحل، نبدا ندور الاي دي ونبدا نغير قيمتها اللي موجوده عندنا ونوحدها، ناخد البوزيتيف نطرحه من النيجاتيف ونحط قيمه نهائيه للاي عشان لما اجي ابدا اشتغل. جميل. اكزامبل اللي فات واللي كنا بنناقش فيه البوش النمبر 3 في مقارنه المشاريع او الطريقه الثالثه في مقارنه المشاريع، احنا رسمنا الكاش فلو. احنا اول حاجه عملناها اتكلمنا ورسمنا الكاش فلو. طيب هل في طريقه تانية ان احنا بدل ما نرسم الكاش فلو ان احنا نعمل كل الكلام ده في تيبل او جدول، وابدا اخد الجدول دوت ابدا اوقعه في الكاش فلو اللي موجود عندي، يبقى انا ما اتعبش في الكاش فلو بس اتعب وانا بوقع الاول في التيبل قبل ما اروح للكاش فلو عشان ما يحصلش لخبطه وانا شغال في الكاش فلو. في لا في طريقه تانية ان انت تدخل على الكاش فلو على طول. دلوقتي احنا هنشتغل بالطريقه رقم 2، والطريقه رقم 2 ان احنا هنعمل تيبل قبل ما نروح للكاش فلو وقبل ما نوقع عليه. تعالى نعمل التيبل اللي موجود قدامك. احنا اتفقنا ان البروجكتز الاثنين هيستمروا لمده 10 سنين موجوده قدام. البروجكت رقم ايه ده الفيرست كوست اللي هو سالب 10,000، والبروجكت رقم بي اللي هو سالب 15,000. كده ده الفيرست كوست. سيبك بقى من كده، هنبدا نمسك بروجكت بروجكت ونشتغل عليه. البروجكت رقم ايه هو سالب 10,000، ده الفيرست كوست بتاعه. وبعد كده يجي الانوال اللي هو الايه اللي اتفقنا عليه ب 2800 2800، تيجي السنه رقم 5 بدايه الفتره الثانيه اللي هي عندك من 5 لحد السنه رقم 10، بس ده البروجكت رقم 1. ولكن الفتره رقم 5 بقى لو السنه رقم 5 دي تحديدا نقف عندها، دي نهايه وبدايه فتره، نهايه الفتره الاولانيه، فمتوقع ان هيحصل عندي فيوتشر واللي هو اللي عندك ال 2000. في نفس الوقت ده فيرست كوست الفتره الثانيه، فيحصل عندك سالب 10,000. بس الايه اصلا بتعدي الفتره دي،
يبقى انت عندك 2800 مستمرة من السنة رقم 0 لحد السنة رقم 10. فاذا تمام، يبقى اذا انت عندك نعمل جمع القيم اللي موجودة عندك ونخرج برقم نهائي، يبقى اذا عندك ال 2800 اللي هو الايه، وعندك السالب 10000 اللي هو البي كفيرست كوست، وعندك الفيوتشر اللي هو ب 2000 موجودين عندك، يطلع الناتج عندك بسالب 5200. يبقى اذا انت عندك رقم يظهر معاك بسالب 5200، السالب موجود فوق اهو، بس انا هحطه لك تحت كمان عشان يبقى واضح. جميل جدا. طب السنه رقم 6 2800 2800 2800 2800، نيجي السنه رقم 10 دي نهايه الفتره الثانيه، بس ما فيش بدايه ثاني، فمتوقع ان يحصل عندها فيوتشر بس اللي هو ممكن بوزيتيف 2000، وعندي كمان في ايه بتحصل عندها يبقى 2800، يبقى اذا يطلع عندي 4800. يبقى اذا انا كده خلاص خلصت البروجكت رقم ايه او الليس ايه، يبقى عندك بالنسبه لك في الفتره اللي موجوده عندك البروجكت ايه انتهى الموضوع، حاسم الكاش فلو اشتغل على طول كانه كل فتره واحده. جميل جدا. تعالى بقى ندخل البروجكت رقم بي، وعشان كده تعالى نمسح بقى كل اللي ما هو ما كتبناه في البروجكت رقم ايه بالنسبه لنا، وندخل على البروجكت رقم بي نبدا نشوف ايه اللي موجود فيه او الليس بي. تعالى نجيب القلم. الليس بي عندك اول حاجه حصل فيه اللي هو سالب 15، وده في ريست كوست. حصل عندك ايه؟ استمرت لمده المده لحد السنه الاخيره، وده طبيعي يحصل بالنسبه لك ايه في كل الفترات دي، لان كل ده فتره واحده اصلا، الموضوع اصلا مستمر من السنه رقم 0 لحد السنه رقم 10، فمش متوقع في اي سنه بينيه من السنه رقم 0 لحد السنه رقم 10 تكون بدايه او نهايه فتره، لا ده كله فتره واحده. الفتره الاخيره اللي هي عندك عند السنه رقم 10 بيحصل فيها ايه؟ ويحصل عندك فيوتشر بس. يبقى اذا الرقم النهائي هو 5700، لاني هقارن انترنال ريت اوف ريترن، فبعمل دمج للبروجكتس الموجوده الاثنين، بشوف انهي قيمه عندك اعلى في حاله الفيوتشر اللي موجوده عندك. شوف في نهايه الفيوتشر اللي موجود عندك هتلاقي ان في نهايه السنه العاشره الرقم الاولاني اللي موجود عندك هو الاكبر في البروجكت رقم بي. فاذا يبقى انت عندك تعمل طرح البروجكتس الموجوده عندك، تقدر تعمل طرح الليس بي ناقص الليس اي، وتبدا تطلع القيم اللي موجوده عندك. ليه عملنا كده؟ لان احنا في الاخر بنحسب حاجه اسمها انترنال ريت اوف ريتن، بنحسب حاجه اسمها الاي طار او الاي داش. عايز احسب لبروجكت واحد كامل مش لكل بروجكت من الاثنين، لان الاي ده ستار دي هي هتضمن لي ان المبلغ الخارج او المبلغ اللي هيحصل في الانترنال ريت دي هو معدل العائد الراجع بالنسبه لي، اللي يخلي القيمه النقديه اللي موجوده عندي هي نفسها القيمه الداخله بالنسبه لي. القيمه النقديه خارجه هي نفسها القيمه النقديه داخله. يبقى اذا لازم اعمل ايه؟ طرح التو بروجكتس الموجودين عندي. نيجي نعمل عملية الطرح، يبقى سالب 15000 ناقص 10000 يبقى عندك ايه؟ ناقص 10000 يبقى بوزيتيف 10000، يطلع محقق القيمة الموجودة قدام. نعمل عملية طرح بقى الفترة من 1 لحد 4 هتستمر، لأن المفروض هنا ايه وهنا ايه، إنما عند الفترة 5 هتختلف عندك الاختلاف الرقم هنا، وقلنا ليه اختلف الرقم هنا؟ لأنها كانت بداية ونهاية فترة. نعمل نفس الموضوع يطلع معاك القيم اللي موجودة ايه؟ عندك هنا. طب عندك خلاص أنا حددت عندي بي ناقص ايه؟ إذا أصبح عندي التيبل ده جاهز. الحالة دي اللي هي الستيت بي ناقص إيه، دي حالة بنعملها في حالة الانترنال ريت أوف ريتن فقط. إنما في أي مقارنة مشاريع من الطرق التانية التلاتة اللي اتكلمنا عنهم، لا، أنت لو عايز تعمل التيبل هتعمله زي ما عملناه في البروجكت رقم إيه بس، اللي هو العملية اللي حصلت عند الفترة رقم 5 وتحصل عند الفترة رقم 10، أو العملية اللي حصلت عند الفترة رقم 10 بس كبروجكت واحد. يعني بروجكت ايه اعمل له تيبل واشتغل بيه، بروجكت بي اعمل له تيبل واشتغل بيه، انما بي ناقص ايه دي فتره خاصه بالانترنال ريت اوف ريتن عشان ما تحصلش لخبطه بين وجوده بين دتبقى. هناخد البي ناقص ايه بقى نبدا نوقعه على الكاش فلون الموجود عندك، متوقع بالنسبه لك الايه واللي حصلت من فتره رقم 1 لحد الفتره رقم 4 بنفس القيمه، وتحصل عندك من فتره رقم 6 لحد الفتره رقم 9 نفس القيمه. يظهر عندك فيست كوست اللي هو سالب 5000 في بي ناقص ايه بقيمه، ويظهر عندك فيوتشر ب 7900 عند السنه رقم 5، ويسأل عندك كمان فيوتشر عند السنه رقم 10. خلاص اتفقت انا وانت ان خلاص ما دام وقعنا كل شيء على الكاش فلو، يبقى اذا اصبح بالنسبه لك ده كله كفتره واحده. يبقى اذا البريزنت وورث هو سالب 5000 ناقص ال 100 في بي على ايه؟ عند الاي واربع سنين اللي هو عمليه الاستمرار اللي حصلت هنا من 1 لحد السنه رقم 4. هنا يحصل فيوتشر عند السنه رقم 5 7900 في بي على اف عند الاي ستار والسنه رقم 5،
ولكن هنا بتحصل عندك الايه بسالب 100 موجود عندك، يبقى سالب 100 في بي على ايه عند الاي ستار 4. الكلام ده ما حصلش نورمال بالنسبه لك، لا ده حصل من السنه رقم 6 لحد السنه رقم 9. يبقى اذا لازم اضرب في الريشيو بتاعت الفيوتشر، لان ده مش نورمال بالنسبه لي، ده مش طبيعي بالنسبه لي، ده فيوتشر اصلا للنورمال، لانه ما بيحصل عند السنه رقم 1 لحد السنه رقم 4، لا ده الموضوع حصل عند السنه رقم 6 لحد السنه رقم 9. يبقى اذا الموضوع اصبح مختلف، ده اصبح ايه غير نورمال بالنسبه لي. يبقى اذا لازم اضرب في الريشيو بتاعت الفيوتشر اللي هي بي على اف عند الاي ستار وخمس سنين، لان انت بتحسب البي وهنا بالنسبه لك هتكون نقطه رقم صفر، لان الايه فتره التكرار او الفتره المتكرره بتاعت الايه بتتكرر كل سنه مره. يعني انت عندك من 6 ل 7، من 7 ل 8، من 8 ل 9، مش بتحصل كل 6 اشهر او كل شهرين او كل اي مده معينه. فاذا المده اللي بتتكرر فيها هي سنه، يبقى اذا لازم ارجع سنه وتكون السنه رقم 5 هي بالنسبه لي السنه رقم صفريه اللي موجوده عندك. طيب السنه رقم صفريه ديت فيوتشر بالنسبه للسنه رقم صفر لمده 5 سنين، يبقى اذا بي على اف عند الاي ستار و5. جميل، خليني امسح بقى الحته دي عشان ما نتلخبطش. نيجي بقى نكمل عندك اللي ما انت عندك في السنه رقم 10 السنه النهائيه بيحصل عندها فيوتشر، بس السنه رقم 10 بيحصل عندها 900 بي على اف عند الاي ستار ومستمر لمده 10 سنين اللي هو الان بيساوي 10. جميل جدا، ده بقى الايه الكاش فلو النهائي، ودي عمليه الحساب النهائيه الموجوده ايه هنا. انت الهدف منك ان انت تحسب الاي ستار، وعشان احسب الاي ستار اللي موجود عندك يختلف الموضوع. اول حاجه هعمل عمليه فرض افرض بيها قيمه الاي ستار، ما هي الاي ستار دي هي الناتج اللي هيحصل اللي انا عاوزه، هو الناتج اللي يخلي البريزنت وست بالنسبه لي بصفر. فانا عشان اعرفه لازم افرض قيم، انا مش هقدر اطلع الاي ستار على طول افرض رقم يطلع بصفر، لو قدرت كده خلاص يبقى انت حليت الموضوع. انت هتفرض الاي ستار بقيمه، القيمه اللي عندك تخلي البريزنت وست نيجاتيف، وبعد كده افرض الاي ستار لما تخلي الاي ستار بوزيتيف بالنسبه لك. بس تقف هنا، انت عندك اي ستار نيجاتيف بقيمه خلت البريزنت ورث نيجاتيف، اي ستار دي ليها قيمه، واي ستار خلت البريزنت ورث بوزيتيف بالنسبه لك. يبقى اذا في بريزنت ورث بصفر، انا عايز الاي ستار اللي موجوده، اعمل انتربوليشن بالطرق القديمه اللي كانت موجوده واللي اتكلمنا عنها في المحاضرات السابقه، اقدر اطلع بيها القيمه. يبقى اذا انت عندك الاي اللي موجود عندك دي كانت ب 9 من 100 خلت البريزنت ورث النيجاتيف اهي بسالب 20.2 من 10، وعندي اي اللي كانت ب 8 من 100 خلت الرقم البوزيتيف عندك 237. يبقى اذا اصبح الموضوع عندك مختلف، انت عايز الاي ريكوايرد، يبقى اذا الموضوع عندك بصفر، البريزنت ورث بصفر. يبقى اذا نعمل انتربوليشن بالطريقه القديمه تطلع معاك الاي ريكوايرد ب 0.08921. جميل جدا. طب انت عندك الام اي ار ار لو قارنها بالاي ستار، لو اي ستار كانت اكبر من الام اي ار ار لا ما انبروش كده، ده يكون مفروض بالنسبه لي، انما لو كانت اقل من الام اي ار ار يكون البروجكت ده اكسبتد وموافق عليه، وده اللي قلناه من 3 4 سلايدات فاتوا، ولكن انا حبيت اقرر عليه هنا برضه. كده تكون انتهت محاضره النهارده، شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عسوا اي حاجه في التعليقات اكتبوها لنا في الكومنتات. سلام عليكم.